بإبداع تطريز مع مريم. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اللهم إنا نسألك بحق نبيك الحبيب أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا دائما كنرحب بالمشتركات الجديدات اللي يلاه التحقوا بالقناة ديالي، واللي مازال ما اشتركش بالقناة اشترك بالقناة باش دائما يوصلها جديد فيديوهاتي في مجال التطريز. وكنشكر دائما المتتبعات الغاليات بكلامهم الطيب في التعليق، وتشجيعهم لي هو اللي كيخليني كنستمر وكنتشجع باش ننزل فيديوهات جديدة. اذا اليوم غادي نخدم طرزه بلديه، هذه كانت طلبوها ليا البنات بزاف، اللي كتخدم في بالعرض الغليظ ديال الماكينه اللي كتخدم في الجلال. اذا هاد الرشمه هذه كتجي هكا جهه السدر، كيكونوا ثلاثه. غادي نحط لكم الرشمه ديالها ان شاء الله، هي هذه يعني اللي بغات دير ليها سكرين، هذه هي الرشمه. تيكونوا ثلاثه كل واحد. دابا هذه فيها تقريبا 11 سنتيم، يعني كديري ثلاثه او لا جوج، يعني كل وحده على حساب الشكل اللي بغات تخدم بها هاد الرشمه هذه. اذا نمشيو مع الخدمه ان شاء الله ونشوفوا الطريقه باش غادي نخدموها. اذا هنا غادي نخدم بالبلون باسي، نخدم عفوا في الثوب بيج، غامق. وغادي يكون الطرزه غادي تكون في الكرونه، كيواتي مع هذا اللون هذا بزاف، كيواتي معاه. اذا غادي نخدم الوريقات من الفوق هما الاولين. خدمت الطرز ديال السبوله، وريقه السبوله عفوا. اذا هادو غنخدمهم كلهم بعراض غليظ. باش كتجيني الطرزه هكا بحال الا مخدومه باليد، هذا هو الطرزه كتكون بلديه. الطرز البلدي هو ما كنديروش ليه هاد السنينات هادو، وتيبان بحال الدقات ديالو تيبان بحال معوجين. هادو هو الميزه ديال الطرز ديال اليد، يعني الا حاولتوا ما امكن دائما تشوفوا الموديلات اللي كيتخدموا بالطرز ديال اليد، ما تيكونوش بحال هكا بالماكينه، تيكون داك كتكون فيها هذيك الدوره وكتكون فيها داك الرويس، تيكون رقيق، لا تيكون شويه غليظ، تيكون بحال الا هاد البلايص هادو تيكون بحال الا مشنفين. اذا دائما ردوا البال ما نديروش ليهم هذاك الرويس يكون مسنن. دائما نشوفوا الرشمه كتكون
يعني البلاصه اللي كتكون فيها ما مقداش كنوازيوها، لان بحال هذا الشكل هذا ديال الرشيم تيجي على شكل تماثلي. هنا الرسمة كلها غتخدم بالعرض ديال العراض. هاد الوريقات غادي نحاول ندير لهم نفس الحجم الخيط بالي بحال الا رقيق وبوحدو كيتقطع. عندما نديرو غادي نصبرو معاه حتى نكملوا الرشيمه ديالنا.
اذا هذه هي الرشمه ديالنا او الطرزه ديالنا ديال اليوم اللي كتكون بحال الطرزه البلديه، عفوا، اللي كتكون ديال كتكون هكا مخدومه في الجلالب او حتى في القفاطن. درك كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.